هلا بحضراتكم مرة تانية. وقضية القمح دلوقتي احنا امام تطور اخر، احنا في النيابة دلوقتي كل التفاصيل رايحة الى النيابة العامة، الاستجوابات بحكم ان الوزير استقال فالاستجوابات تسقط في البرلمان، فانت النهاردة رايح النيابة، النيابة بقى هتعمل ايه؟ الوضع ده شكله ازاي؟ هتعتمد على التقرير ده بأي درجة؟ مصير الوزير ايه؟ هل الوزير اللي اضطر لهذه الاستقالة او اجبر عليها او استقيل بمزاجه زي ما انت عايز تسميها، هل الوزير كمان قد تطاله يعني يد التحقيقات او تطاله اي نوع من انواع المخالفات القانونية؟ يسعدني النهاردة ان انا يكون معايا رأيين في هذا الامر، سيادة النائب عاطف مخاليف النائب البرلماني في البرلمان المصري، هو احد الذين شاركوا بكثافة وفاعلية في اعمال لجنه تقصي الحقائق. اهلا بيك سيدي. اهلا وسهلا. ومعايا ايضا في الجانب الاخر الدكتور محمد حموده المحامي الكبير، وهو محامي مجموعه من الذين لاحقتهم ايدي التحقيق، لاحقتهم التحقيق في هذه القضيه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور حموده. اهلا وسهلا. سياده النائب اسمح لي ابتدي من سمعنا كتير التقرير وعايز اسمع من سياده النائب. نحن امام تقرير لجنه تقصي حقائق، تقرير الحقيقة بالنسبة لي شخصيا بعد ما قريته فضح منظومة كاملة من الفساد، كشف تفاصيل الحقيقة حاجة يعني معمول يعني بطريقة علمية ورائعة. يطال متهمين الآن، إيه اللي ردودهم على كل هذه الحقائق والتوثيق اللي عملته لجنة تقصي الحقائق في البرلمان؟ بص يا فندم، تقرير لجنة تقصي الحقائق لنفسها وفعلته بنفسها. يعني ايه لنفسها وفعلته بنفسها؟ يعني لجنه تقصي الحقائق تقريرها وما اذيع من اعلام ومحاوله التاثير على الراي العام من خلال تقريرها عملا وفقا للقانون والدستور، هي لجنه مختصه بفحص وقائع معينه لعرضها على مجلس النواب لاتخاذ شؤونه في اختار الجهات المختصة. وده اللي حصل. والجهات ثانية واحدة. وده اللي حصل. لا ما كانش يجب ثانية واحدة. ما كانش يجب لا إعلام ولا أي حاجة، لأن صاحب الدعوة العمومية يعني فوجئت بالأمة يا سيادة. لا يا فندم، لا يا فندم، لا يجوز. ليه؟ بص يا فندم، أنا الكلام ده قلته قبل كده. وأنا بهيب بأخي الكبير الغالي الدكتور علي عبد العال، وأنا أعلم إنه رجل دستور ورجل قانون. اتخاذ موقف في هذا الشأن للمستقبل مش للجنة دي. لجان تقصي الحقائق دائما دورها يا فندم يتم العمل في سرية ويعرض على مجلس النواب للمناقشة، وبعد اعتماد التقرير ويرسل إلى النيابة العامة. فيما هو أخطر من هذا، النواب مضوا على محاضر، مضوا على محاضر، يبقى أنا هستدعيهم في النيابة العامة والنيابة العامة تستدعيهم وتطلب رفع الحصانة. أصبحوا أدوا دور مش دورهم أساسا. صاحب نواب البرلمان في لجنة تقصي الحقائق أدوا دور مش دورهم؟ أيوة يا فندم، لأن دور التحقيق نفسه والإدانة نفسها يا فندم من غيرهم ما كناش عرفنا ولا حاجة. أنا جاي لحضرتك فندم، أنا جاي لحضرتك. هو بيعمل تقريره ويعرضه، مش لازم سعادتك تعرف، بيعرضه على صاحب المعرفة النائب العام، صاحب الدعوة العمومية الوحيد. صح، دايما انت عارف حضرتك موقفي في الدفاع عن القضاء من ايام مرسي وقبل مرسي، وقولي ان القضاء هو الذي يعلو في مصر ولا يعلى عليه، القضاء هو صوت الحق، النيابة العامة هي صوت الحق. اللي حصل ده اللي وما زال بيحدث لغاية النهاردة ممنهج بصورة غير مقصودة، لاني ثقتي كاملة في اعضاء لجنة تقصي الحقائق، ثقتي كاملة في ان هم شرفاء ومحترمين، ثقتي كاملة. هم ليه بتقول ان هم عملوا دور غير مش دورهم؟ لان يا فندم هنا المجلس احنا خارجين من مرحلة، وانت دايما بتتكلم فيها يا خالد بيه، احنا خارجين من مرحلة ثورتين وثلاث دساتير ورا بعض متعاقبين، ادى هذا الى حالة اللي الناس بتنتقدها، لكن هي تستقرها، تستقر ان شاء الله، وثقتي كاملة ان مجلس الشعب ده هيبقى من افضل المجالس في المستقبل بعد سنة. لسه لغاية النهاردة النظم، لانها حاجة جديدة علينا، ديمقراطية مطلقة، ما فيش حزب واحد مسيطر، ما فيش حزب تبع الرئيس. الوضع الطبيعي ان القواعد نفسها والضوابط واللوائح في شأن الحاجات اللي كانت ممنهجة ايام زمان ما بقتش ممنهجة. لجان تقصي الحقائق حضرتك هي لجان تشكل من مجلس الشعب لمعرفة مشكلة معينة او واقعة معينة، يتم عرض التأسيس. انت شايف ان هم خدوا دور اتهام؟ خدوا دور لا ده مش اكتر من كده. وانت محامي مين يا دكتور حمود؟ محامي اربعة، ما احبش ان اتكلم على مدعي. لا ماشي، لكن محامي اربعة من اصحاب صوامع. اصحاب الصوامع، ما فيش غير الصوامع. هي الصوامع. بس انا هقول حاجة،
وارجو ان حضرتك تفسح صدرك ليا وعاطف بيه، ده نائب محترم وسمعته تسبقه بامانه كراجل محترم وراجل فاضل. وقلت امبارح هذا الكلام على اخي الحبيب مجدي ملاك واخويا الاكثر من حبيب ياسر عمر، دي مجموعه مختاره جدا ومجموعه طيبه، ولكن انا ليا رجاء في هذا الموضوع. احنا تسببنا بالهجوم الاعلامي الغير عادي، وانا بقول الكلام ده على مسؤوليتي، وبكره التاريخ. انت عارف يا خالد بيه ان انا كل كلمه قلتها من اول 25 يناير كانت ضد التيار. تسببنا بالهجوم الاعلامي في ايه؟ في اقاله وزير او استقاله وزير. هو الوزير الوحيد اللي حط لنا منظومات حقيقيه لوصول الدعم الى مستحقيه من عصر جمال عبد الناصر لغايه النهارده. طيب سياده النائب عاطف خليف، انت امام طبعا لا نستطيع ان ننكر انه حضرتك دكتور حموده دي مش حاجه وحشه، انك انت محامي اربعه من المتهمين. ما منكرش. يعني دي مش حاجه بس وحشه. بس ساعتك مش متهمين لسه الاربعه من الذين تجرى معهم تحقيقات. لا يا فندم، بيجرى يا فندم، لا اطلاقا ما جراش معهم تحقيقات، بيجرى عمليه قانونيه وزن وقانونيه تصفيه وعداله معايير وقانونيه ضوابط. التحقيقات برضه يا دكتور حميد، التحقيقات دي يا معلم هنا بقى دي كلها اسمها ايه؟ اه يبقى انت سعادتك هنا ما تكلمنيش في تقفل. لا يعني تحقيق، تقارير اللجنه مش تحقيق. لا بس امبارح خطا احد المجدي بيه ملاك وراح قايل ايه، راجل فاضل جدا وراجل محترمه، يعني قال لك ويجب ان يحالوا الى محكمه الجنايات، هذا التقرير يحالوا الى محكمه الجنايات فورا. قلت له لا حاسب. طيب ماشي هنسمع. لا النيابه العامه لا تتجرا على دي. انت امام رؤيه. الحقيقه انا عايز ابدا يعني بجزء من ايه كده بتحضرني الان، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكن للخائنين خصيما، صدق الله العظيم. الآية دي معناها ان انا ما دافعش عن واحد حرامي. ده امر من ربنا. ولا تكن للخائنين خصيما. اول حاجه تقصد ايه مين بيدافع عن واحد حرامي يعني؟ ما انت سعادتك بمعنى انك تقول حرامي يبقى انت التهم. تبص يعني يا اخي الكريم بقى ده نديله فرصته. لا 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 كده 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 بيغلط كده بيغلط معايا ولا يا سيدي ما يتغلطش معايا لو سمحت انا ما بغلطش فيك. لا بس انا كنت خلاص حموده هو ما كملش. انت كده بتغلط. لا ما كملش. لا انت قاصد. طب هو قالها لك خالد بيه. خالد بيه قالها لك كده بقى. خالد بيه قالها لك. قال لك انت ما تعرفنيش يا محمد بيه بقى خالص. لا 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 طب كمل يا سيدي. انا بقول لك راجل محترم وراجل اهدى اهدى عشان نتكلم. لا انت اللي اهدى. هو انا لما اقول ايه قرانيه تزعلك؟ ما انت هو نفسه سالك قال لك تقصد ايه. هو يسالني زي ما هو عايز. انا اتكلمت ساعه ما انت كنت بتتكلم. لا انا قلت له السؤال. اتفضل يا استاذ. انا قلت له السؤال الراجل ما ردش. اتفضل يا اخي الكريم. اتفضل يا سيدي. ارجوك اتفضل يا اخي الكريم. ارجوك لما اتكلم ما تقاطعنيش. اتفضل. لان انا ممكن اقاطعك. ما تقاطعنيش. ومش هيبقى برنامج بقى. لا لا بس كمل يا عاطف بيه. كمل يا كمل يا سيدي. اول حاجه لا تكن للخائنين خصيم. معلش هي الايه تزعل يا جماعه. هو قال ايه قران. انا بقول ايه حضرتك. اتفضل يا سعاده النائب. اتفضل يا حبيبي. ده اعتقاده. اتفضل يا سعاده النائب. اعتقادي كده. اتفضل يا سعاده النائب. وابدا من حيث انتهى اخي محمد بيه حمودة. ونعم الاخوه والله وتظل نعم الاخوه. ان خالد حنفي عمل منظومه. لا المنظومه دي اتعملت واتطورت في برلمان 2012 لما احنا كنا بنعاني من اصحاب المخابز اللي كان حصته 20 شوال كان بيخبز ثلاثه ويرمي وهو بيخبز في الثلاثه شويه رمل ناعمين عشان الناس ما تروحش تاخد منه عشان ياخد الدقيق المدعوم ابو 15 جنيه الشوال يبيعه ب 115 يكشف في الشوال 100 جنيه كان بيكسب فيه في الخبيز بتاعه 28 جنيه بس كان الستات المصريات اللي هم كانوا وقود ثوره 30/6 كان بيقعدوا على ابواب الطابونه من الفجر عشان تاخد بجنيه عيش واحيانا يعني مش خالد حنفي اللي عمل المنظومه. هقول لحضرتك في ايه؟ هقول لحضرتك برلمان 2012 هو اللي عمل المنظومه دي. ماشي؟ اللي حول بتاع الاخوان يعني؟ اخوان عفريت ازرق انا بقول حقايق. اللي حول منظومه الخبز لو سمحت حولها ازاي بس؟ هقول لحضرتك انا صاحب فكره فصل الانتاج عن التوزيع ورفع الدعم من على الانتاج ووضعه على التوزيع. العبد لله عاطف مخاليف صاحب الفكره دي وامهل الحكومه 15 يوم واتطبقت قبل منظومه خالد حنفي. خالد حنفي لقاها جاهزه. جه دمرها. خالد حنفي هو اللي دمر المنظومه اللي اتعملت في البرلمان. طبعا عندي ادله. بص انا مش بتكلم انا بتكلم بورق. انا في يوم قاعد في مكتبي لقيت 30 صاحب مخبز داخلين عليا. الحقنا احنا بنطارد الدافع الحبس. ايه يا جماعه؟ قالوا احنا كنا متفقين مع شركه سمارت بناخد منها كروت مضروبه ب
قيمه 30% من قيمه الكارت. يعني لو خدت ب 100000 جنيه كروت ممكن ورق ادي له 30000 30000 جنيه وانا اخد ال 70000. اه يعني بيقولوا لك ان هم ارتكبوا جريمه، هم جايين بيعترفوا بجريمه، مجموعه اساميهم معايا بيعترفوا ان هم ارتكبوا جريمه مع شركه سمارت. ان هم كانوا بياخدوا كروت قيمه ال 1000 مثلا سي 100000 مفهوم يدي للشركه 30000 وهو يضرب ال 100000 الباقي. خلاص اتكشفت المنظومه دي ايه، فبداوا الكروت ما يطلعوهاش، بداوا يفتحوا السيستم، يقول لك احنا هنفتح السيستم في المنطقه دي من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه عن طريق فلاشه بكذا. ماشي. طب ايه يا جماعه، باظت الموضوع، قالوا كده احنا اللي بنحاسب. احنا دلوقتي انا خدت 100 دفعت منهم 30 لشركه سمارت وجايين عايزين يحاسبوني على ال 100، يبقى احنا كده بنتقلب، يبقى وزير التموين بيقلبنا لصالح شركه سمارت. لصالح شركه سمارت. المفترض يعاقب شركه سمارت زي ما بيعاقبنا. طيب شركه معلش انا جاي لك واحده ده مش اللي قاله برضو انا جاي لك حموده بيقول انا جاي لك واحده شوف انا جاي لك لا يمشي اي توصيل، انا جاي لك من اول من الاول منظومه الخبز اتصلحت ازاي لحد ما هنوصل لتقصي الحقائق بتاعه القمح. خلاص. فالمهم قلت لهم لا يا جماعه الكلام ده ما ينفعش، انا هتصرف، انتوا سرقتوا تتحاسبوا وشركه سمارت سرقت تتحاسب. المهم كان رئيس السيسي جاي لنا بعديها بثلاث ايام عشان يقول الخطاب بتاعه. بعد ما خلص رئيس السيسي الخطاب قابلني خالد حلفي، رحت موقفه قلت له لو سمحت الوضع بيقول 1 2 3 4 5، شرحت له الموضوع، شرحت له، فراح باصص لي قلت له انت دلوقتي بتعاقب اصحاب الافران وشركه سمارت. فما ردش عليا، قلت له ده انا عاطف مخاليف وتليفوني عندك، رن عليا فهمني العمليه ماشيه ازاي، عشان كده العمليه يعني خطير ملايين. تخيل في واحد صاحب فرن ضارب بمليون و200 الف، واحد صاحب فرن بس لوحده لوحده. لا ده في واحد ب 11 و2 من 10. انا بقول لك اللي جالي انا بقول لحضرتك والله العظيم بص ما في حاجه بختلقها. طيب المنظومه بايظه ماشي خلاص. المهم ان التقرير ان ما انا جاي لك في التقرير ده في بقى. المهم انه يسال، ما سالش، لقيت تليفونات بتتصل عليا وانا عندي اخبار عن المنظومه وبتاع، هو مسلطهم عايز يعرف انا بمتلك ايه عشان اعمل استجواب فيه. المهم واحد اتنين عرفت القصه ماشيه ازاي، وصلنا لان النائب فتحي الشرقاوي قاعد جنبي وبيقول لي في مشكله في القمح خطيره جدا، في توريدات وهميه وفي وفي وفي، وانا عايز اعمل استجواب في رئيس الوزراء وفي خالد حنف في الاثنين، رئيس الوزراء وفي خالد حنف. المهم دي بدايه القصه، يعني بدايه القصه فتحي الشرقاوي، بدايه القصه النائب فتحي الشرقاوي. المهم وصلنا لان احنا هنعمل لجنه تقصي حقائق نزور بعض الصوامع عشان نشوف الكلام اللي بيقوله النائب فتحي الشرقاوي. هم 9 صوامع اللي اطرحوا، طبعا عدد قليل جدا بالنسبه للعدد، بالنسبه لعدد الصوامع. هنكمل هي القصه مش خالص حنفي ولا القصه يعني اصحاب 10 صوامع ولا 20 صوامع، لا لسه بس الموضوع ضربه. قصه بلد. القصه منظومه خبز، ممكن طفل فقير يعني يبات من غير عشاء عشان انت بتسرق البضاعه، عشان انت بتسرق. ماشي. عشان انت بتسرق. المهم جت لجنه تقصي الحقائق، بدانا نروح الصوامع، ايه اكتشفنا حاجات غير طبيعيه. اولا صومعه كميه التخزين بتاعها المفترض 304 الف طن، لان كاتب ان هو 740 الف طن ازاي. المهم لما قعدوا في اللجنه اعترف ان هي 304 مش 740. مين ده فهم؟ اكتشفنا، لا اقول لحضرتك مش هنقول اسامي عشان برضو ايه لا يمكن يطلع موكل من الموكلين. لا ما يحصلش عندي تبقى مشكله. وكليني يا فندم مستحيل يحصل. لا لا انت تستفيد. بقول لحضرتك على حاجه، صاحب صومعه راح جري سد مش تبعي برضه 56 مليون جنيه. ده مش تبعي، 22 الف طن قمح مش تبعي. سدد بس ده مش تبعي، خد بالك. هل ده يعفيه من المسؤوليه؟ لا ان انا لما اروح اكتشفه. طيب هل انا كبرلمان مش حق من حقوقي الرقابه؟ هو بيزود البتاع توريد وهمي، بيعمل توريد وهمي. اذا كان هو الصومعه بتاعته كلها بيستفيد ايه من التوريد الوهمي؟ كلها بياخد فلوس. بياخد حقه. يعني انا دلوقتي الصومعه بتاعتي 304 الف طن،
فعامل بقول عندي 740 الف طن، يعني تقريبا اكتر من الضعف. طب ما تقولي ماشي. ايوه بس نكمل عايزين عشان الناس تفهمها. بس ابو تعرفه ده؟ ابو تعرفه دي دي ممكن تبقى خطا بدي، لكن يبقى كده مين ده؟ تدفع كام؟ انا ادفع لك اللي انت عايزه. طب انت واخد كام من موكليك اللي هم؟ انا موكليني. بص انت ليه انت ما تحطوش في دماغك بقى يا عاطف؟ لا لا عايز احط لي. معلش يا ريت يا ريت يا عاطف، ده انا بحب قوي كده يا حبيبي. لا ده هو بيموت في الخناقات. بعد ال 740 يعني بياخد 740 ويقول انه عايز 740 بعدين. هو ما عندوش حتى 304. ايوه مكسبه بيجي ازاي بقى؟ مكسبه ان هو بيحاسب على ال 740 خلاص. طب اسمح لي رد. تيجي بقى في حاجه خطيره جدا، بيحاسب الدوله المفترض على 740. الصومعه القمح صومعه يعني حاجه مصون فيها القمح، تبص ليه مخطوط بره ماشي في الحوش والفيران عماله تلعب ومخلوط عليه رمل وتراب. تخيل الكلام ده كله. تاني دي كانت في دي كانت في نبيل ادريس، بس لان قال لك الصومعه بتاعتي بايظه مش بتاعي. خد بالك برضو ما خدتوش. لا انا عايزك انت كده بشكرك على المعلومه، بس انت بشكرك على المعلومه بس احنا اللي انا عايزك لحضرتك عايزين لو سمحت لو سمحت بس عشان ايه؟ عشان وقتنا ما نتفرجش في قضايا كتير. احنا دلوقتي امام هذا التقرير، هل يمثل دليل الجنائي يمكن ان تستند عليه النيابه العامه في ان هم فعلا تحيلهم لمحكمه الجنايات، ولا لازم النيابه تحقق من الاول؟ طيب انا دستور 2014 اعطاني الحق، مش 14 بس انا يعني هنجيب من الاخر. دستور 2014 اداني حق التشريع والرقابه اللي هو انا شغال من خلالها وعملت لجنه تخصص. تمام. الرقابه طبعا حقي ان طبعا. انا يعني اعمل لجنه تخصص حقائق واشير طبعا. باصابع الاتهام الى جهه بعينها. الى جهه اداريه الى جهه بعينها اشير اليها اقول للوزير والوزير هو ده الوزير. هو ده دور سعد. بص اشير للوزير وبص وهجيب لك من الاخر والغفير وما بينهما. الوزير والغفير وما بينهما، هي دي الرقابة الكاملة اسمها. طب هل الغفير الكاملة؟ هل الغفير هنا مقصود بيه؟ التشريع دي؟ أنا حق التشريع. طب إيه ردك إيه على بس عايز أوصل حتة غير قوي. عايز أوصل حتة ثانية واحدة. عايز أوصل حتة يا جماعة، أنا أمام طبعا ناس قانونيين وقامات كبيرة ونواب برلمان. بس حلقة صعبة جدا دلوقتي. هو بيقول الدكتور حمودة بيقول أنتوا استبقتوا النتائج وعينتوا نفسكم قضاة خالص خالص إلى آخره. بص هو أنا دلوقتي لما كمجلس نواب اشكل لجنه تقصي حقائق واروح على صومعه المفترض حجمها ما يزيدش باي حال واي مقاييس من المقاييس عن 304 الف طن قمح، وتلاقيه بيقول لي ده الساعه بتاعتي 740 الف طن. مين ما وصلش؟ هقول لحضرتك انا بتكلم جنرال. ده متوثق عشان متوثق الكلام اهو. الكلام اهو بس ما فيش اسامي. مفيش اسامي. مش هنقول اسامي. الاسامي عندنا ده السريه بتاعتنا احنا في التقرير، بتاعتنا احنا مش في التقرير. الاسامي دي السريه بتاعتنا احنا. طيب اما احنا بقى من حقنا نشيل باصابع الاتهام؟ طبعا من حقه بقى يشيل باصابع الاتهام. دكتور حموده بعد الفاصل هترد على هذا الكلام، هنستنى. شكرا لك. اهلا بحضراتكم مره تانية. قبل الفاصل كنا معاك سياده النائب سياده الدكتور محمد حموده وحقائق ووقائع. ما هو بقى حظه كان وحش الدوره اللي فاتت. حقائق ووقائع مهمه وتفصيليه، والنواب راحوا بنفسهم، والنواب لهم الحق في ان يشيروا باصابع الاتهام لمن يشاؤون من الغفير للوزير. بص فهم. اولا اسمح لي ان انا اتكلم في قصه كروت حته تعرض سريع قبل ما اتكلم. كروت سمارت، كروت سمارت لا تتبع لوزير التموين. كروت سمارت تتبع لوزير التخطيط ووزير التنميه الاداريه. ليه؟ لان الكروت دي حضرتك والشركه المعينه معينه مش من وزاره التموين، من التخطيط. من التخطيط حضرتك. وبالتالي كروت سمارت هم برضو بيتحقق معاهم وده موضوع محل تحقيق. وسارقين برضو وفي فلوس كتيره. اذا كان بص هيبان ده يعني الرقم اللي عندنا 209 مليون اللي الكلام اللي والله اللي انا سمعته. 209 مليون ايه يا اخي؟ اكتر كتير بكتير بتوع سمارت بكتير في النقط.
في النقط بس، في النقط بس. اه كروت سمارت سريع. هم قالوا 209 مليون. لا لا اكتر من كده. أكتر. انا عشان اكون صادق مع حضرتك لم اطلع على تحقيقات وانا ما بحبش. طيب حد. يعني منظومه كلها فاسده. طب افسح صدرك. افسح صدرك. حاضر. بص يا فندم، بالنسبه لكروت سمارت انا بقول لحضرتك هتثبت التحقيقات، رغم ان انا ماليش دعوه بالراجل ده وهو محاميه اخي المحترم محمد ابو شقه. الراجل ده انا اعتقد ان المنظومه مش فاسده يا فندم، المنظومه لم تنضبط بعد. يعني ايه؟ يعني ايه يا فندم؟ يعني معنى هذا ان انا لما اجي السنه دي لاول سنه يبقى عندي الوزير يحط منظومه كشوف حصر، دي اول سنه 2016. يعني اللي هم اللي اللجنه فندم انت بتدافع قوي يا دكتور حموده، رغم ان امام تقرير. كلمني في الوقائع يا فندم. التقرير في تقرير في فساد ده 9 صوامع في 559 مليون. افسح في اعترافات، افسح في اعترافات. بقول لك الراجل راح سدد 56 مليون جنيه واعترف، واعترف صاحب صومعه. بص لو احنا مش هتتبع ايه اللي ما ايه اللي احنا اتفقنا. لا ماشي احنا اتفقنا يا جماعه في الفصل نبقى هاديين وكويسين. لا لا هو لا بحترمه فعلا. لا 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 لكن انا برضو ده نائب فعلا محترم فانا بحبه. تمام. فارجوك انا بحب الغزل العفيف على الهواء. اسمعني اسمعني، طب سيبني اتكلم ما تقاطعنيش. لا بس طب بس جاوبني في النقطه. هجاوبك هجاوبك. من حق اللجنة انها تتهم. طب ممكن بالراحة. انا عايز الاجابه على دي. انا هرد يا فندم. اتفضل. لا يا فندم، اللجنه تاني مره اللجنه تطلع اخطاء للحكومه في اي شيء، اما الاتهام سلطه الاتهام الوحيده في مصر وسلطه الادعاء الوحيده في مصر وسلطه التحقيق الوحيده في مصر هي للسلطه القضائيه وللنيابه العامه. بس دول جهه الرقابه. انا ارجوك افسح صدرك. ارجوك يشاور يشاور ولا يتهم. مبدا الفصل بين السلطات يلزم مجلس الشعب بعدم توجيه الاتهام وانما عرض الوقائع كما حررها على صاحب سلطه الاتهام. يعني كشف لنا فساد ال افسح. لا يا فندم، كلمه الفساد العام. كلمه الفساد هم دلوقتي اللي غلطوا. لا يا فندم، كلمه الفساد لا تتاتى. ارجوك يا فندم عشان ما نغلطش غلطه 2011. كلمه الفساد لا تتاتى الا بعد تحقيقات النيابه وقول القضاء قالته. اتوسل اليكم حفاظا على الوطن، مش قصدي حاجه، اقسم بالله يا فندم. قدام فلوس ضاعت يا فندم. ارجوك الفلوس ما تضيعش ابدا. ليه بقى؟ ما انا جاي لك اهو. دول نواب برلمان. الفلوس ما تضيعش ابدا لسبب المنظومه بتقول ايه. وده اللي قاله. طب هاخد تليفونين واسيبك تتكلم. لا يبقى كده محمد لا. من المحل. انت بتديني. لا انت لا هرجع لك والله. انت بتدينيش محمد. اتفضل يا محمد. انتوا صعبه كده في محل. لا 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 العفو. محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا محمد. انا طبعا بحيي القناه الجريئه والقناه المحترمه من اول المخرج للمعيدين الناس اللي قاعده لحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. انا اول واحد ملم هذه المشكله باعتبار محمد محمود العيسى والشهير بالكابتن مرادونا من المحله الكبرى مرشح برلمان 2011 ومنسق حمله الفريق اول عبد الفتاح السيسي. تمام. قبل ما نتكلم في المنظومه بتاع فساد القمح، على فكره المشكله مش مشكله النهارده، ده مشكله من 30 سنه. وانا في المطاحن بقالي 25 سنه وابويا قبل منه الله يرحمه. والمحله والمطاحن في القاهره وجميع المحافظات قطاع خاص وقطاع عام عارفين كويس جدا. وانا اول واحد ملم هذه المشكله. على فكره الموضوع ده بالذات لشعب مصر. يا شعب مصر انا بقول لكم منتهى الصراحه واضحك عليكم وعليكم. الموضوع ده بالذات يعرفكم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي جريء واول رئيس يجي يناقش مشكله زي دي. المشكله مش مشكله النهارده. مش مشكلة امبارح، ده مشكلة بقى 30 سنة. مرة يقول لك الفلاح يجيب القمح بالشكاية، ومرة يقول لك القمح يجيب شيوش ولا، ومرة حتى أيام حسني مبارك، ويحاولوا يقرروا الفلاح إن هو يسلم القمح لإيده، مع إن ده قوت الشعب، ودعم من الدولة. أين القانون؟ النهاردة بتتكلموا في طب اللي حصل باللجنة تقصي الحقائق مش بداية الطريقة. حقائق مين يا باشا؟ ده النهاردة بتقول يسجل عشان تجيب حرامي بعده يسرق تاني. لا عيد لي دي تاني عشان مش سامعها. يا باشا مهندس يا سعادة الرئيس، المشكلة دي بقى لها 30 سنة. بيعملوا إيه؟ أنا أقول لك بيعملوا إيه؟ 76 يزهقوا الفلاح ما يسلمش، يوم ينطر يدي للتاجر، والتاجر يضيف على أمر مرة على الملح مرة تراب ومرة رمل. وكان ده حصل في كفر الشيخ واتمسك، ومره يجيبوا واحد مصفر ويدخلوه، ومره يفتحوا باب الاستيراد، مع ان الاستيراد عند توريد القمح لازم يكون مقفول. كل الكلام ده يتحاسب عليه الناس. يعني اللي حصل ده بدايه طريق الاصلاح ولا لا؟ احسن للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بقى بوزير الزراعه وبقى بوزير التموين النهارده
والباقي جاهز. يا شعب مصر اصحم، انتوا بعفو رايي كيف مش هتعوض تاني. قسما بالله العظيم عمركم ما هتشوفوا يوم من ايام السيسي. وقفوا معاه، ربنا يديله الصحة. طيب بشكرك 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 محمد محمود العيسوي اللي بيقول من 30 سنة وبيقول ان دي خطوة مهمة، لكن بيقول ان في كمان فساد في الزراعة. حسن من اسكندرية. حسن لا الدور على السلام. خيرك خالد بيه. اهلا فهلا. اهلا وسهلا. انا بمسي على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام. اهلا. وانا عايز اقول لحضرتك ان انا بأيد الاستاذ محمد اللي اتكلم قبلي قلبا وقالبا. لان الموضوع ده فعلا من حوالي اكتر من 30 سنة، وللأسف الموضوع ده الوزير كبش فدا ودخل عش الدبابير. وزير التموين كبش فدا كده. نعم وزير التموين كبش فدا. ايوه يا فندم. ليه بقى كبش فدا ليه؟ كبش يعني اللجنة ظلمته دي؟ لا 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 لا، دي منظومة، ودي عملية مش من النهاردة زي الاستاذ محمد ما قالك. وبعدين سيادة النائب هنا بيتكلم في جزئية أنا عايز أتحرى فيها. أي قطاع خاص هنا عنده سيلوهات تاخد 304 ألف طن ويدخل 700 ويه؟ الكلام ده مش لوجيك يا سيادة النائب، لأن معنى كده إن حضرتك هو السعة بتاعته 304 وكان بيقولوا 700. ده هو كان بيزور. تبقى في حدود خمس مراكب داخلين عنده كل مركب 60 ألف طن. فالكلام ده مش لوجيك. مفيش في جمهورية مصر العربية سعة تخزينية للقطاع الخاص تشيل ال 304 ألف طن. دي نمرة واحد. هو انت 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 جزء انت يعني في البيزنس ده؟ لا هو فيه شغال فيه. ايوه يا فندم. شغال فيه. انا بتكلم. عندك صومعه ولا ايه؟ لا انا ما عنديش صومعه. غريب. انا استفادوري في الشغل ده في المواني بتاعت جمهوريه مصر العربيه، وايدي في القمح المستورد. لا تقصد ان التقرير فيه اخطاء؟ بس ايوه طبعا اكيد في اخطاء، بس هو المشكله ان احنا النهارده كلنا بنتكلم في ظواهر الامور، انما باطنها لازم تربط النهارده المحلي بالمستورد. وبعدين لك انت تخيل، هو انت فعلا المحلي عندك طلع 4.7 مليون طن؟ لا طبعا. بيطلع ايه؟ حوالي نعم فندم. بيطلع ايه؟ يطلع في حدود 3.5 3.700، والباقي متدرب. دي حدوته كبيره مش سهله. مش موضوع سهل. اخدت راحه حضرتك، ولكن احنا بنقول احنا حطينا ايدينا على الصح. دي نمره واحد. نمره اثنين، لك انت تخيل النهارده لو خدت وزير كبش فدا، يبقى النهارده مين الوزير اللي هيشتغل بعد كده يا خالد بيه؟ فاحنا لازم نكون منطقيين شويه ونجيب اهل الثقه، اهل الخبره اللي تقدر تتكلم في الموضوع ده. وانا من وجهه نظري الشخصيه انا شايف ان لجنه تقصي الحقائق عاطل نفسها دور وشو اكبر من الدور اللي المفروض. تمام. سياده النائب عاطف هيرد على دي. لا بس انا ارد معايا احمد من القاهره، وهناخد بعد كده وهنكمل الحوار. احمد عشان الناس على التليفون بقالها كتير. الو. اهلا يا استاذ احمد. اتفضل استاذ خالد. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. بمسا عليك وعلى ضيوفك. اهلا وسهلا بيك. استاذ خالد انا بس كنت عايز يعني اضيف للاخ اللي كان بيتكلم قبل كده، فساد القمح ده موضوع كبير جدا، ما هوش عجز 2000 طن ولا 3000 طن من لجنه تقصي الحقائق اللي كانت صحيح. بتروح وتمر حضرتك الكلام ده كبير جدا يعني 20000 طن. لكن انا عايز بس اشرح لحضرتك حاجه. اتفضل. الفلاح المصري كان الحكومه بتاخد منه القمح يعني بسعر غالي تشجيعا للفلاح. السعر الغالي ده يعادل اعلى من سعر المستورد في وقتها 1000 جنيه في الطن. تمام. فالجماعه بقى المستوردين خد بال حضرتك اللي هم اصلا اصل الفساد يعملوا ايه؟ يجهز كل الحاجات اللي داخله دي مع موسم الحصاد ويدخل المستورد على انه محلي خد بال حضرتك. تمام. وياخد فلوسهم الدوله يعني كانك بالظبط انت جبت سلعه بس زبونها حاضر حاضر اللي هو الدوله. ده يا استاذ خالد بعد اذنك ده راجل سرق الغني وسرق الفقير. سرق الغني في اللي بيدفع ضرايب، ضرايب اللي حضرتك بتدفعها صحيح. سرقك وسرق الفقير في اكل عيشه. صحيح. مش الموضوع كبير جدا. انا بقى بقول لحضرتك الموضوع مليارات مليارات. يعني احنا هل انت بتوافق يعني رغم ملاحظاتك على اللجنه، لكن انت بتوافق على انه ده
ادى الى ان احنا نبتدي الطريق الصحيح لكشف فساد هذه المنظومه بالكامل. تماما استاذ خالد. ولا انت رايك مختلف؟ الكشف يا استاذ خالد وانت حضرتك راجل معروف بمواطنك الوطنيه، الموضوع بسيط جدا. انا النهارده عندي 3 4 سنين عدوا، خد بال حضرتك، كان فيهم فساد نظرا للانفلات الامني. موضوع بسيط، انا النهارده كنت بنتج مين اللي جاب امن وقت الحصاد اللي هو لم يتخلق عدى شهر او 45 يوم، وراح فين؟ ووردته فين؟ انا بؤكد لحضرتك، معلش يعني في محامين دايما، يعني انا مش هغتاب حد، لكن هم بيكونوا رمز قضايا الفساد، خد بال حضرتك، معلش لما يظهروا. انا النهارده انت بتتكلم في مليارات يا استاذ خالد، والله 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 في ناس من اللي فاتت دي عندها استعداد تدفع مليار واثنين وثلاثه للدوله، وفلوس موجوده لان هي اصلا خليتها من الدوله. بشكرك والله، شكرا جزيلا، كلام مهم. عايز اقول في صفحه 23 في التقرير على موضوع السعه التخزينيه، في صفحه 23 في تقرير تقصي الحقائق متقال بوضوح وحاجه تحتها لاينز كده، انه بعض الناس افادوا ان السعات التخزينيه المتاحه لشركاتهم تبلغ 740 الف طن، هم اللي قالوا. وبعد مواجهتهم بالحقائق الموجودة لدى اللجنة أقروا بالسعات المشار إليها كتابة، وهو ما يشير إلى شبهة إهدار مال عام. يعني هم اللي قالوا هذا الكلام، واللجنة كشفت أن الكلام ده على عكس الحقيقة. قول لي بقى ست الدكتور حمود، وهتقطعني تاني؟ أنا بس التليفونات دي حقيقة. لا قبل التليفونات قطعتني برضه، انا دوري اقاطعك عشان اوجهك للاجابه اللي انا عايزها. لا 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 ما ينفعش ما ينفعش. اولا حته 304 الف طن دفاعا عن عاطف فيو عن تقريره، هو مش المقصود صومعه واحده، ما فيش صومعه واحده بتاخد القبضه المصريه، لكن هو يقصد صوامع القبضه المصريه، ودي دي توضيحا للاخ العزيز اللي طلع وقال الكلام. تمام، ادي واحده، شوف قد ايه الموضوعيه بتاعتي. اتنين بقى، واضح. أنا قلت لياسر، ياسر عمر أخي المحترم الفاضل وهو نائب من أحسن النواب حقيقة، أب عن جد. وأنا بكلمه في عدة مرات، هذا الرجل اعترف اعتراف وعندي التسجيلات وهي واضحة جدا. قال اللي أنا هقوله لك ده بقى. قال إيه بقى؟ لا يمكن تحصل سرقة. ليه؟ بس اللجنة مدتها شهر. هو قال لا يمكن تحصل سرقة؟ طبعا. ليه؟ لأن اللي أنا قلته، اللي أنا أيد كلامي. المنظومة يا فندم، الصومعة بتاخد القمح. بتنقله للمطحن. المطحن بيقلبه دقيق. الدقيق بيديه للمخبز. هفطر المخبز بيوزع من خلال كروت سمارت، اهدى عليا، لكل طن يعمل 12,000 رغيف. هم قالوا ان في مليون كارت من ال 20 مليون طلعوا مزورين. حلو كده؟ يقضي العجز في يعني ثانيه واحده. المليون كارت دي 5%. 5% من مساحه كام؟ 1000 طن. هتجد حضرتك في النهايه، عشان تبقى عارف اللعبه، ده انا بفترض ان سمارت دي مزوره، وانا بقول لحضرتك لا لاسباب بس مش قادر اشرحها. لان في زميل محامي الدكتور محمد مش هو اللي ماسكها، ما بحبش اتكلم عنها، لكن خليني في الخبز بقى. طلع ال 12,000 رغيف، اجيبه اقول له اعمل ايه؟ بعمل تصفير في النهايه اخر السنه، اقول له انت خدت كام في الاول؟ بياخد اولا ثلاث ارباع فلوسه، وما بياخدش كامل فلوسه، يعني بياخد شيك مش بكامل المبلغ، بياخد شيك منقوص منه، وبيبقى له مستحقات سابقه. بقول له ايه؟ بقول له انت قلت انت عندك كام طن؟ يقول لي انا قلت عندي بورد 50,000 طن. يقول له طلع عندي عدد رغيفه يفيد انك وردت 40,000 طن. يبقى هنا في 10,000 طن عندك عجز، دول مخصومين عليك. يقول له يقول له لا مش مخصومين بس. والجوابات دي انا كنت جايبها المره اللي فاتت وممكن اجيبها لك في حلقه. بس دي اقدمها للنيابه. يقول له لا مش مخصومين وبس. يقول له ايه؟ يقول له كل طن ناقص هتدفع عليه فوق ثمنه 1000 جنيه، فالطن ثمنه 2400 جنيه او 2600 جنيه، هتدفع عليه 1000 جنيه زياده، يبقى 3600 جنيه. مين مجنون يخاطر بان هو في البدايه ينقص عن عمد؟ خد بال سعادتك من هنا بقى كلمه اللي انا بقولها دايما، اللجنه ادت دور عظيم. يعني انت بتشوف ان الكلام لا افتح صدرك مبني غلط؟ لا مش مبني غلط، اللجنه ادت دور عظيم، واللجنه كان ليها دور ايجابي جدا في ان هي تقول لنا يا ناس المنظومه اداريا، وهو ده دورها، المنظومه اداريا حاولوا تظبطوها اكتر من كده. الوزير اديني فرصتي، اديني فرصتي بقى. واحد صاحب مخبز في الاسماعيليه، لا ماليش دعوه بمخبز، مخبز مش تبعي يا فندم. ايوه ماشي، ما هو انا بتكلم في خليني انت اللي بدات، انت دلوقتي افسح صدرك بقى، افسح يا فندم، مش افسح صدرك، ده محاوله تلمس الحقيقه. لا ما انا بجيب لك الحقيقه اللي انا بقولها يا فندم. مستحيل. بص يا فندم، امال ازاي الناس اللي اتحولت نيابه في 11 و12 من 10 مليون جنيه ده؟ انا جاي لحضرتك، اللي اتحول ده اتحول ليه؟ وده اللي قاله ياسر عمر حتى.
قال لك احنا الوقت بتاعنا كان شهر، ما كناش نقدر نعمل التصفير النهائي لان دي محتاجه سنه النيابه العامه تقوم بيها. عشان كده بقول ايه، سلطه التحقيق ستنتهي في النهايه الى حقائق. الناس بقى اللي دفعوا فلوس، اللي انا مع اقسم بالله العظيم ما معايا حد منهم وزبايني ما فيهمش واحد دفع مليم لان ما عنديش حجوزات ان شاء الله، لكن انا بقول لك اللي دفع فلوس دفعها تحت ايه، عشان الناس الراي العام برده مش فاهم. كتبوا جوابات وانا طلعت على الجوابات دي، بيقولوا فيها احنا بندفع المبالغ، عايزين يخرجوا بالسجن، احنا بندفع المبالغ دي لو طلع في النهايه عندنا عجوزات خدوا مننا الفلوس. هل الناحيه القانونيه في ده صح ولا غلط؟ لو طلع لينا ناخد، مش دفعوا لانهم حراميه، دي واحده. ده انا بقول لك وانا مش محاميهم اقسم بالله، لكن للامانه انت عايز البرنامج يبقى بيحكي القصه بامانه. طيب يا ترى يا فندم القانون عندنا بيسمح بكده؟ ايوه، احنا بنشكر الرئيس السيسي وفعلا أثابه الله خيرا، لأن مفيش دولة في الدنيا، كل دول العالم إذا كانت في بداية نشأتها التربوية الإدارية لازم يحصل منه. أنت بتقول ده خطأ إداري، مش أخطاء إدارية نجع. طب افسح صدرك الآخر، بيقول لك حاطين إكراميات 700,000 جنيه يا فندم. ما أنا الكلام ده، بص يا فندم الكلام ده، ثانية واحدة، الكلام ده يا فندم أنا حكيت لك المنظومة اللي أنت كده بتضرب التقرير من أساسه. لا يا فندم مش بضرب، لا بالعكس أنا بأشيد. بص يا فندم، لا ما هو اسمح لي أكمل. لا 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 إطلاقا، ده ضرب للتقرير من أساسه. هل تعلم عني يا خالد بيه، خالد بيه عشرة ال 12 سنة تعلم عني ان انا دبلوماسي؟ نعرف انك اذكى محامي شفته. لا 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 والله، فدي من لا والله القانوني. بص انا اشيد، بص انك بتضرب التقرير، اشيد باللجنه لانها على الاقل، وده الكلام انا قلته على الهواء كذا مره، على الاقل قالت لنا يا ناس اعملوا ضوابط اداريه ما تؤديش لكوارث بعد كده ويحصل فيها. يعني الوزير كبش فدا؟ الوزير كبش فدا؟ لا طبعا الوزير مش كبش فدا. لا ده بيضرب لك التقرير خبالك. لا 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 اعوذ بالله، من المنبع اعوذ بالله. الفساد، الفساد في وزاره التمويل، لا والله اعوذ بالله، من 14/4/2014 حتى انعقاد اول دور للجنه تقصي الحقائق. المنظومه فروم اي تو زد فيها سرقه، السرقه من اول رغيف العيش في النقط، يعني عشان يغطي. بس بيقول لك خطا اداري ومش مسؤول عنه. والله والله عشان يغطي، عشان يغطي يعني الدخل الوهمي للقمح من 304 ل 740 بقى يعمل ايه؟ بقى يعمل، بس ده مش تبع عاطف بيه، ما اعرفوش والله مضروبه. لا انا مش بتكلم على تبع، احنا بنناقش مشكله، مشكله عامه لشعب مصر. بس انا شرحت لك لقوه الشعب المصري، ما تقطعوش بقى، لدعم الشعب المصري. اسكت اهو. لما واحد بس ساعه 304 يبقى عنده 700. طب انا عايز اسال، لما واحد يجري يدفع، اللي دخلت اهي بتقول هو 30 سنه والمنظومه ولا 30 سنه ولا 30 يوم، وانه في خلل من 14/4/2014 حتى الان، انما قبل كده ما كانش في سرقه لسبب. لسبب ليه السبب؟ لان الضيق ده نفسه كان بيتسرق، ما كانش مدعم، كان بيتباع، ما كانش مدعم. انت عارف كان اقصى حاجه بيعملوها ايه؟ كان وهو بيغسل القمح قبل ما يطحنه ما ينشفوش، فيقوم يزيد في الوزن، فيروح لصاحب الفرن، عبل ما يروح لصاحب الفرن دي يكون نشف، يقل الوزن بتاعه، صاحب الفرن يضطر يخفض في ايه؟ في وزن الرغيف نفسه. طب من غير مقاطعة، القصة اصل القصة بتاعتي بس كلها فساد، كلها فساد، ايه اللي حصل؟ بس معلش عايز اوصل، انت وصلت بالراحة، متأسف، وانا برضو عايز اوصل للرأي العام، ايه اللي حصل؟ متأسف اتفضل. اولا الضيق كان بيحصل فيه خلط، بمعنى ان القمح المصري اجود من القمح المستورد تقريبا، الفرق بينهم يجي المستورد يخش على مصر و1000 جنيه زي ما انت قلت بالظبط كده، تمام، يبقى الفرق 1000 جنيه. تمام. الكلام ده بيعمل لسه ايه؟ لسه شغال ده. الكلام ده بيعمل ايه؟ طب مليار. طب الزراعه بقى، الزراعه مليار. طب الزراعه ما عندهاش، بيجي على حساب مين بقى؟ المزارع الغلبان. بيجي على حساب المزارع الغلبان. تيجي بقى تبص تلاقي ايه؟ يعني انت حجمك في الزراعه سي سي، يعني الراجل بيقول لك احنا 3 مليون، مش 4 من، مش 4.7 من 10 ده اقل، حجمك 4.7 من 10 بيقول لك كده، وهو في الحقيقه. ولذلك احنا بنقول ايه؟ احنا طلبنا الطياره تصور، تصور الرقعه الزراعيه اللي بتزرع قمح عشان تعرف تقيم كام فدان، عشان نعرف نقيم ايه المزروع فعليا، لان المزروع فعليا تقريبا. طب تقريبا مسكنا في الانتاج المحلي، مسكنا وسيبنا المستوردين، ما عشان مظلمش المستوردين. فين غير المستوردين بقى؟ طب ما هو الناس اللي اتكلمت في المستوردين دي مساله خطيره. ده غير المستورد، اسمح لي اشرح. فتبص تلاقي ايه؟ اول حاجه في خلط في القمح، تاني حاجه في سوء تخزين للقمح، تالت حاجه في دخول وهميه لكميات وهميه. طب الوزير ده دوره ايه بقى؟ لازم الوزير ده دوره، ده دوره فروم اي تو زد.
امال هو وزير ليه انتوج جنائيا؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، الوزير خالد حنفي، الوزير خالد حنفي، الوزير خالد حنفي مسؤوليه قانونيه من اول يوم. يمكن انا شرحت في سياق حديث وقلت يا جماعه يوم خطاب الرئيس انا قلت للوزير خالد حنفي حصل كذا 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 كذا، لقيته اتبهت شويه كده وما خدش اي ما رفعش السماعه، ما رفعش حتى السماعه وبرر مجرد تبرير. طيب. يعني انا عندي مشكله مع وزير البيئه احمد من الحمديه. احمد من الحمديه يعني اهلا يا احمد اتفضل، ما بتديش فرصه خالص عليك سلام. اتفضل يا استاذ احمد. والله يا استاذ خالد كان عندنا مشكله كده داخل الحمديه ان الجماعه اللي هم بتوع المخابز ما بقتش بيستنى لحد الساعه 9 الصبح، يعني بيخبط في الصفر لحد الساعه 9 الصبح ما بيكملش الحصه. دي اول مشكله. المشكله حضرتك الثانيه ان الجماعه اللي هم تجار انابيب البوتاجاز دلوقتي شححوا الانبوبه داخل الحوامديه علشان خاطر يعلوا سعر الانبوبه. وصلوا الانبوبه البوتاجاز دلوقتي ل 15 جنيه اللي هي كانت في المستودع ب 10 جنيه. والجزئيه الثالثه حضرتك ان البنزينات داخل الحوامديه ابتدت تمانع ان هي تمول بنزين عشان خاطر بدون ضريبه القيمه المضافه. طيب ده على فكره كل دي اشاعات، كويس انك قلت لنا احنا هنحقق فيها، وكويس انك بتقول لانه الناس اللي بتهرج دي وتقول لك القيمه المضافه والكلام ده، كل الكلام ده طبعا اشاعات انت عارف، واحنا برضو هنبعت لك كاميرا ونحقق في الموضوع في الحوامديه. العميد عبد الرحمن ده اخر تليفون، اتفضل. ايوه خالد بيه، ازيك؟ اهلا وسهلا، اخبارك انت ايه؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. انا عارف محمد بيه حموده واعرفه من زمان، واعرف عاطف بيه خريف، وبيقول لك ان المنظومه دي من سنه 2014 بايظه. مش كده؟ المنظومه دي من التسعينات، وانا كان ليا نشاط تجاري في موضوع القمح على فكره. من التسعينات طول عمر بتوع الشغل بيضربوا الكميات وبيجي يعوضها بالمحصول البضاعه المستورده، وبيتم التنسيق ما بين اصحاب الشون والتوريدات في المطاحن. اللعبه كبيره قوي على فكره، لعبه مرتبطه ما بين بتوع الشون والمطاحن الحكوميه. كان بيجي جرار بيجي من دمياط محمل 35 طن ويتحط عليه 10 طن دمياط. المستوردين بتوع المستورد المستوردين يتحط عليه 10 طن او 15 طن محلي ويدخل المطاحن، والموظف بتاع المطحن بيبقى عارف ان البضاعه دي وضعها كذا وبيقبض وبيدخل بيطحن في نفس اليوم. يعني مش مشكله بتاعت النهارده ومش بتاعت خالد حنفي؟ لا بتاعت خالد حنفي. يعني مش من النهارده ومش بتاعت خالد حنفي؟ زمان كان مشكله واحده كده ولا ايه؟ الاول من 90 كان مشكله واحده. لا الخلط بين المستورد. اقول لك زمان كان ايه وخالد عمل ايه؟ اسمعوا الفرق ده كان في التسعينات 200 جنيه في الطن. انا بقول لك وانا عارف. كان خلط المستورد بالمصري. انا عندي اخطر عندي اخطر. بتدخل المطاحن وبتشيل البضاعه من الصوامع او الشون المحلي، واسالوا الموضوع ده واسالوا في المطاحن ايه اللي بيحصل واسالوا ايه. واغنى مياه مصر. مش ممكن. بشكرك سياده العميد. نقطه واحده عايز اتكلم بقى بعد اذنك، اديني فرصتي. انت معاك دقيقتين وخلاص. اولا يا فندم بالنسبه للدقيق، ايام زمان ما كانش مدعم، لا كان مدعم حضرتك وبيتسرق، كان بيدعم ب 280 جنيه، كان بيتاخد ب 140 جنيه وسعره 400 جنيه، وكانوا اصحاب المخابز قبل ما يجي الوزير ده بياخدوا الدقيق ده يدوه لاصحاب رابطه 72 و76 اللي اثروا المشكله. بالنسبه للاستيراد، الوزير ده اول وزير يوقف الاستيراد من خلال الاشخاص، ويتم استيراد 5 مليون طن سنويا من خلاله شخصيا. فده كل المستوردين اللي كانوا بيعملوا مليارات هم قاموا ضده. كمل يا فندم. بالنسبه لخلط الدقيق، ضحيه المستوردين والرابطه 72 و76 اللي وقف لهم العيش الطبقي. نيجي لثالث حاجه بقى يا فندم، ها الخلط لم يثبت على الاطلاق حتى الان وجود اي خلط داخل الدقيق، داخل القمح باجنبي على الاطلاق. دي الثالثه. رابع حاجه بقى، ودي الاهم حاجه، اول سنه الوزير عشان يظبط المنظومه عمل كشوف حصر، عشان اللي بيقوله اخي المحترم عاطف ان في اخطاء فظيعه في القمح لازم تتظبط، عمل لهم كشوف الحصر. كشوف الحصر دي اللي استخدمت ضده، رغم ان الراجل ده كانت دي اول سنه ليهم. الفلاحين مش فاهمين، دول اصحاب الصوامع فلاحين، مش فاهم يعني ايه كشف حصر ويعني ايه لازم يمضي، كلام جديد ما بقاله 30 سنه ما اتعملش. لما جه يظبط
رحت انتوا مشيلين وكبش الفداء. انا بقول لك الكلام ده اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، لا عمري كلمت خالد حنفي ولا عمري شفته ولا عمري اتصلت بيه ولا اعرفه، واقسم بالله العظيم انا بدافع عن حاجه انت عارفها كويس. مفيش وزير هيمضي على ورقه بعد كده، والله العظيم ثلاثه ما في وزير هيجرو. حبستوا الوزراء وحكمتهم طلعوا براءه في الاخر، ثم دخلنا وزير عشان قدر. يا اخوانا علاج المشاكل يتاتى بحوار عاقل، اذا كان لا داعي لان احنا دائما نوجه التهمه بالفساد والافساد، ويتبين في النهايه زي ما تبين وقلت كنت بقول 2011 كده بتشتم، طلع كلامي كله صح وطلعوا الناس براءه لما اللجان اتعملت وكله قال لك الله، امال ايه الكلام اللي كان بيتقال؟ يقول لك اصل الاعلام، لا مش الاعلام، الاعلام مش مسؤول، المسؤول هو ان في بعض الناس المهيجه. اما لجنه تقصي الحقائق احترامي وتقديري الكامل ليها، ليه؟ لانه ادى دوره الدستوري، انا خلافي كله انه طلع اعلاميا، لكن ادى دوره الدستوري كاملا. مفيش وزير هيمضي على اولا المنظور، وخالد صلاح عمره ما يلبس وشاح ويقعد على منصه قاعده كبس الفداء وكل الحكايه. دقيقتين. اولا المنظومه بيتحمل المسؤوليه ثلاثه. اول حاجه اصحاب الصوامع اللي طلع عندها خلل، بيقول لك الوزير كان بيوقف المستويين وهم السبب. اتنين ردني على دي. اتنين خالد حنفي، وفي حاجات احنا مش هنقولها على الهوا، في مصايب سودا مش هنقولها على الهوا للوزير. اه للوزير خالد حنفي مصايب سودا، ماشي. يبقى اول حاجه، على فكره معلش، يبقى اول حاجه الصواب اتكلم مرتبها بالمنطق وقال لك هو وانا مرتبها بالمنطق واحنا مرتبينها بالمنطق. وادي 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 تقرير لجنه تقصي الحقائق هسيبهولك. ايوه ايه المصايب اللي شوف فيها؟ ماشي. يمكن مصطفى بكري اتكلم في حاجات يعني صغيره قوي، في حاجات تانية كتيرة جدا هو اتكلم فيها. مصطفى اخويا في حاجات تانية كتيرة هنتكلم فيها، ماشي. بالنسبه لمصطفى بكري زمان كان اقصى حد، اقصى حاجه نعملها عشان نتلاعب في القمح ان احنا نقلبه ما بين القمح المستورد والقمح المصري، كان الفرق في الطن 180 جنيه زمان من سنه 90 لحد 14/4، لا قبل 14/4 لحد 2012 لما اتعملت المنظومه بتاعت فصل الانتاج عن التوزيع، ووضع شيل الدعم من على الانتاج ووضعه على التوزيع، ان انا بروح اخد الرغيف بشيلن والدوله بتدعمه ب 35 قرش وربطه بالجوده، والكلام ده اتعمل وكان منظومه زي الفل لحد ما جت شركه سمارت وبدات المنظومه بتاعت السرقه تكتمل. الدخل الوهمي للصوامع يبقى مثلا عنده مثلا الحجم مثلا 100 طن، يقول لك لا ده انا عندي 200 طن، يستعوضوا ازاي؟ بيروح برضو عشان يطحن برضو وهمي، يروح اروح بقى اوديه ازاي الفرن وهمي؟ ان انا لازم اضرب بطايق تضرب بس على السيستم وما تخشش دقيق. مسؤول الوزير مسؤول مسؤوليه كامله عن كل الفساد اللي دار في وزارته. اصحاب الصوامع لازم يعاقبوا ولازم يحاسبوا ولازم الشعب كله يشوفهم على الهواء وهم بيتحاسبوا، ماشي. شركة سمارت لازم تتحاسب عن التجاوزات اللي هي عملتها في إفساد هذه المنظومة. شفت نائب عاطف ميخائيل دكتور محمد، أتمنى أن أنا أشوف الوزير ده وأقعد معاه والله. عاطف محمد أتمنى والله أتمنى أشوفه والله وأقعد معاه عشان خاطر أتناقش. والدكتور محمد حمودة بشكركم، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، شكرا لعاطف، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، أشوفكم بكرة إن شاء الله، تصبحوا على خير.